بهدف الحفاظ على صحة المستهلك وفي إطار المراقبة الدورية للمصانع ووحدات التخزين من طرف وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران من أجل معاينة مختلف الأنشطة التجارية خصوصا المواد الاستهلاكية، وعلى إثر مداهمة قام بها أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالنجمة بشركة خاصة لصناعة المواد الغذائية الكائنة بقرية النجمة، أين عاينوا أفراد الفرقة وجود مواد أولية منتهية الصلاحية معرضة صحة المستهلك للخطر المتمثلة في المواد الأولية والمنتوجات المصنعة الكاتشب والمايونيز، بحيث تم العثور على 777 علبة كرتون و1254 دلو من مادة المايونيز مختلفة الأحجام، 674 علبة كرتون من مادة الكاتشب مختلفة الأحجام كانت مهيئة للبيع وموجهة للاستهلاك البشري منتهية مدة صلاحيتها وبعلامة تجارية مقلدة. كما تم العثور أيضا على 195 كيس من مثبت المايونيز، 27 كيس من مادة مجهولة المصدر، و20 كيس مواد ملونة مجهولة المصدر، 7 براميل كبيرة الحجم بها مادة الطماطم المصبرة منتهية مدة صلاحيتها، وآلات تصنيع المنتوجات. على الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد صاحب الشركة وتحرير ملف قضائي هو إرساله إلى السلطات القضائية المختصة.